اختي دار لي باب في الدروم ديالي وسد عليا سطحي دار لي باب في الدروم ديالي وسد عليا السطح ديالي انا ومشى ثاني السطح ودخل دخل الكرايه ودار لي باب وسد عليا السطح انا واش هذا الله يرحم الوالدين السلام عليكم هاد السيد هاد الناس راجي هاد الناس راني جيت البارح كنت خدام وتعيط لي السيد اللي كاري عندي وقال لي يا سي اجي شوف هاد الناس اش كيديروا لقيتهم شي شاد الماسيطات شي شاد البيرانات وباركين يركبوا في الباب صحة ودار لي باب من البروميال انا سيدي انا اللي باني خويا انا هاد السيد انا اللي باني خويا هاد السيد انا اللي بنيت ليه واليوم دار ناد 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 سق ناد اختي سقف لي السطح ناد سقف السطح وكراه وكاريب 20,000 ريال للشهر وملي كراه زاد هذاك الشيء اللي باقي ديك الباصه اللي باقي ما سقفها شيء دار ليها باب وسد عليا واليوم راني باقي كنعاني انا اللي بنيت ليه وانا اللي سقفت ليه وانا اللي درت ليه الجليج انا اللي بنيتي هاك يا خوتي العقد كاين اختي ها هو العقد ها العقد كاين ها هو العقد على ابراء الدم ها هي على ابراء الدم هاتي على ابراء الدم هاتي ها بلاتي بلاتي اجاش هاتي على ابراء الدم هاتي على ابراء الدم ها هي فين هي لمن براء الدم شوفي لمن اختي واش الامين ادريس هاتي شوفي ها العقد شوفي هاد الناس بغاو يرحلوني شوفي يا عباد الله لا لا ولا لا هما شوف يا اختي لا ما جات حتى واحد ما جاتهم شوفي راني عندي شهود وعندي الاوراق ديال الشهود عندي اوراقي ديال الشهود كاينين وواحد اشوف وداروا لي باب في السطح من البروم يا شد راه عيطنا على السلطه جا هذاك المقدم جا شاف شنو كاين وشوفي الماء اللي هابط عليا جاو الباب ديالي وهرسوا قادوس هرسوا هاد الناس هادو هذا وهذا ومرتو ولادها هاد الناس صورك توا هرسوا عنده فيديو ها فيه جبتي وكيضربوا فيهم لا كان الفيديو حنا عندي الفيديو انا ما عنديش انا عندي الفيديو كل شيء كاين هذاك الشيء الفيديو وكاين الناس اللي كانوا تما نصورهم هذوك الناس راهم مصورين هاد الناس راه تعدوا عليا بزاف ومانعيني من سطحي وهذا خويا امين عزيز جا لحد جا ما تفاهم معايا ما والو وجا للسطح ودار ضالق وكراها الناس العزاب وكاريها الزواف بعد نوبات كريها الزوافريه بعد نوبات كريها الناس اللي مجوجين ودار باب وسد عليا انايا تما كاين وجا داك الشيء اللي باقي وهذاك الشيء اللي المشاهدين يفهموا هيا لا نورمالمون من حق خوك والشريك ديالك هو هذا السيد عطي انا نقول لك الاساس علاش دخلت انا لالا الاساس دخلت المحل كان ديال مود المحل كان ديال الوالد السكنه ديال الوالد شوفي اختي هاتي راه السكنه كان ديال الوالد وهذا السيد امك ما بغاش يعطيها حقها هذا السيد انكر امك بالعربيه تاع عربيت ونت انا دخلت شخصيا دخلت وبنيت ليه وعاد باش درتو وامك عطاها هو تيقول انت ما بنيتيش ليه هاتي اختي العقد كاين ها العقد هاتي شوفي العقد ها العقد كاين اشكون اللي بنى ليه على ابراء الدم هاتي قراي اختي هاتي قراي هاتي هاتي لا شوفي هاتي شوفي واش بالي الشريك الاخر لا هذاك بنا هاتي بنيت انا وعمر حق عمر بناه راسو حق امين عزيز خويا انا اللي بنيت ليه انا اللي بنيت ليه درت ليه الجليج انا درت معاه شوفي انا درت معاه بدون مرطوب بدون يا سيدي شتي ليا باش كيحبسوك دابا الحابسيني منعيني اليوم الى هذا داروا لي باب وشوف ثاني دار لي باب وخويا ولد امي وبويا دار لي باب وسد عليا السطح وكاريه الناس ولاو دابا لا طلعتي اختي وغتشوفي الباب مسدود لا طلعتي وصوري وشوفي الباب مسدود دويتي دابا انت شوفوا الاخ ديالك شنو كيقول ماشي مشكل ديالك تفضل اخويا انت هو الشريك الاصلي انا هو الشريك الاصلي انا مول المسلم شنو هو سبب النزاع اخويا بنا ليا كحله دخلت انايا على حساب الوالده وسميتها باني ليا هو الوالد ما بانش ليا بوحده هو الوالد بنوا ليا
دخل هو بالنص والوليد بالنص. ملي بلا ليا كحله وزاد بحاله، هادشي اللي دار ليا. دابا ولا من نهار شت الناس قلت لي شت بالحق، بين ما راه الضوايا محلوله ولا ديرني ولا كيهد ولا كيهددني هو ولادو كلشي، ولا وليت معرض لا سميت ولا وصلت الشركه قالوا لي هذا السيد راه كيدير لنا ديالنا سميتو الصحراء هو اللي بنا ليا، راه هذيك السكنه راه يقلبوا الحديد يحفروا عليه، وإلا ما لقوش الحديد ديالو انا نتحمل المسؤوليه. دار معايا هنايا غادي غتكون تكون سكنه، قال لي الا كانت سكنه غناخذ حقي في الصح. درت مكازا ودرت درت حانوت ماشي ديالي هادي ماشي ديالي. انت انا هو شريك. هذا هو الشريك ديالك، هذا هو الشريك ديالك. خوك بغى يبنيو وبنى لكم الدار كامله. لا بنى لي حقي انا. انت ما بناش. لا ما بنى بنيتي راسك. اشنو استافد معكم هذا السيد؟ هذا استافد نص المره الاولى كانت كان باغي يديرها نص بارتمان. اها وسميتو ملي وقال لي تا درت مكازا تاخذ السطح. ملي فتح الباب هنايا وسميتو جماعة عطوه معايا، قال لي لا ما ناخذ حقي في السطح. خذ حقه في السطح. خذ حقه في السطح. دابا انتم في نساء على ديك الضوايا. لاكور دوايا 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 راه دوايا نتاع هو دوايا. ملي شفت بالحق وليت كنتعرض للضرب انا يا ولادي ومرتي، ولينا كنتعرضوا راه دابا دافينا المحكمة دافينا البوليس الدوسي لحد الان باقي ما تجبش شهر وزيادة، باقي لحد الان ما تجبش، كيمشي كيدور بالفلوس وحنا حنا عندنا الله سبحانه وتعالى. دابا كندير نداء صاحب جلالة الملك الحسن الثاني والجهات المختصة يدخلوا في هاد السيد ياخذوا لنا الحق ديالنا منه، راه عذبنا بزاف راه ما حنا. هاد السيد الله يرحم الوالدين، هاد السيد راه بغاو يمنعونا من الصح ديالي. الولي كانت موجهين من الخدمه وخايف وليس معرض للضرب وليس خايف واخي يقتلوني ولاد وليد. هاد البلاصه اللي قدامي وليس كان صوني التليفون. هاد البلاصه هاد السؤال وغتجاوبني الصراحه او خذ الميكرو سيدي. هاد السيد الشريك ديالك الشريك انا اللي باني ليه، هذا انا اللي باني ليه. شوفوا المشاهدين هو الزوج كيقولوا بانك انت تعليتي على الابنه ديالو اللي في عمرها 8 سنوات والشاهده عليها تنكبر منها. بيناتنا الله الا قلت الا درت شي حاجه ها واش سمعتي هاتي سمعي اختي سمعي سمعي الناس اش كيقولوا. هذا انا تخصيت بالفلوس وهذا المحل قدامي راه ما بقاش ديالي. سمعتي انا على الظروف عاونت شوف هاتي شوف انا خليني نهضر بعدا خليني نكمل هضرتي. انا الظروف اللي ما كتساعدني شيء في البني هاد المراه عندي باعت حق من الورد ديال باها وملي باعته ما بغيش نضيعها، قلت لها عطيتها نصيب من هنايا من القدام وانايا خليت السكنه ديالي من الهيل من جد دروج. هي في الدروج وهذا السيد ونطلب من الله والسيد كنسكن هنايا الله كرا السيد. انا يا السيد هاتي راه هما اللي هرسوا دابا السيد كان كاري. شكون اللي هذا السيد؟ راه هما اللي دابا انا ملي جيت عادي شوف اختي انا كنت سمعي نقول لك سمعي اختي نقول لك سمعي انا اللي كان شوف اختي انا اللي كنهضر معاك سمعتي انا كنت خدام والسيد سمعتي السيد كنت انا خدام ملي كنت خدام هذاك السيد اللي كاري عندي قال لي وديت على شوف هاد الناس راهم سدوا عليا الباب راه داروا باب تما كان غادي يسدوا عليا الدروج جاو البروميال وداروا باب ديال هذاك وسدوا علينا حبس دابا جوج خداو جوج برطمات الطابق الدوزيام وطابق التروازيام جاو للبروميال وداروا باب وسدوه باش يمنعونا من السطح ديالنا. وهذا خويا قلت لك راه بلا قلت لك جدار ضاله للسطح ديالو وكراها دابا كيكريها بعد النوبات الزوافريه بعد نوبات الناس اللي مجوجين راه كان ما نقولش لك انا على الزوافريه بعد نوبات الناس الزوافريه بعد نوبات والمراه ديالي وهذاك الكرايه ديالي بعد نوبات كنبغي نترزق الله على هذا المحل باش ندخل منه والمعيش باش نعيش انا وليداتي. سد عليا السطح دار باب وسد عليا السطح اليوم الى هذا.
سادو ولا ما سادوش الله نشوف دابا نشوفوه دابا نشوف ها انت سمعي لا لا سمعي سمعي هاك واش ديتي عليه ماشي السادو لا الصح الصح ملحق عنده النصيب ديالو عنده 25% ماشي السادو اللي دابا واخد ليا فلوسي وراه كاين بالشهود راه كاين شهود حاضرين باع ليا المكازا غادي باعها ليا ب 23 ونص عطيتو مليون راه كاين شهود راه كاين سيد ساكن هنا راه بغيت هو راه يجي دابا راه نعيطو ليه يجي وخويا وواحد خويا كيمسلا لا هذا ما حاضرش ما كانش معنا وخويا راه عارف هذا راه ساكن هر السوق باش تسوي السود اللي عندك داخل كاين السود اللي كيتبتو واش انا نكمل ديال اختي شريت معدل المكازا 23 مليون ونص وبالشهود بالشهود وبالشهود كاين راه كاين خويا راه كاين السلاق القسم معاه دابا على ديالو شوف الاعتراف بالدين اختي شوف منيول خاضي منيول وسمع وكدافع في اقامه مصر سمعت فيه جوج ونص واش هو اللي على قبل قال لي شوف يا اختي هاتي شوف اسمع واش انا كنتسال شوف هاتي اختي بالمخال فلوس هاتي الابرة الدم هاتي الابرة الدم هاي شوف الفلوس واش استنوش واش عطيتو فلوس هاي مو بنكا شوف الله يرحم لك وليدي على هذيك راه 2010 اختي راه من 2010 كيقول لك النداء ديالكم اليوم النداء ديالكم النداء كنطلبوا صاحب جلال الملك الحسن الثاني نصره الله كنطلب من صاحب جلال محمد السادس نصره الله ان ياخذ لي حقي وجميع الجهات المسؤوله يشوفوا ياخذوا لنا حقنا راه ولينا كنتعرضوا للضرب ولينا الشتم البوليس يطلعوا زاستا كيطلعوا الشبيره في الليل درنا باب غير نقولوا لهم حبسنا هاد اللي بغا نديروا لي قفوا قفل كيحلوا علينا كيهرسوا هات الباب راه كيتهرس هات الباب مره قفل قفل اختي شوف قفل مره سه كندير قفل كيتهرس النداء ديالكم سيدي النداء بغينا نعاودوا للدخل هذا هو اللي الميكرو وانا تشريك انا الشريك انا وهذا اللي مستفيدين هذا عندهم العلاقه بالصح وانا ماليه يهرس لي السيد يجيب لي الحمايه لولادي يهرسها ما عنديش العلاقه انا بالصح باش نسد لي انا الصح ما عنديش العلاقه عندي نص في الصح ديالي ها المشاكل معاني هذا ضربوا تعرضوا ضربوا وتعرضوا اولادي تدخل في هذا الموضوع تدخل هذا هو هذا اختي دابا هذا السيد كان عندي معاه دعوه من 2013 هو سد عليا لاكور هذه هي الدعوه اللي عندي معاه هذا السيد ودابا ملي هذاك السيد دابا الا مشيتي وغتشوفي واحد الحاله ما نقولش لك عليها الله اللي غادي يدير وشوفي دابا ملي دابا الكرايه دابا ملي بغيت انا راه كنت ساكن فيها انا شخصيا وهذه مع نقول لك شي 15 يوم ولا مع شنو ولا شهر بحال هكاك باش جا واحد السيد سكن هنايا وديري لي واحد الحاله الا جدتو لك وسمعتي جاروا ليهم ما جات لا حميه واش انا وراه هما اللي هرسوا دابا هما قبل اللي بغاو يهرسوهم بداو حطوا الباب راه مصور راه كاين تما الباب ملي محطوط تما كاين ملي جينا قلت لي ما ودي جرتو ساروا على البيبان علاش تقول لينا حيد الباب دابا الاخر واحد خويا دار الباب في السطح سد عليا الباب ديال السطح النداء ديالي كنطلب من المالك وكنطلب من السلطه والله تعالى يعطيوني حقي من هاد الناس راه معدين عليا بزاف واحد ساد عليا لاكور الظلام راني عايش في الظلام ساد عليا لاكور اللي كيعطي التهويه راه دابا نعطيك هذا وغادي تشوفي شحال فيه ولا بغيتي تمشي تشوفي شنو كاين غادي تمشي تشوفي شنو كاين راه تشوفي شنو كاين ونطلب من الله ونطلب من المالك يعطيوني حقي من هاد الناس هذا خويا راه بنيت ليه ومنعني من سطحي وكاني في رزقي الله يجعل مولانا الله مولانا نطلب من الله مولانا يعوضني ويحل عليا الباب ديالي ويحل وكنت نتمنى من الله يحل عليا الباب ديالي يحل عليا الباب ديال السطح 0667 42 28
10 وكنطلب من الله والمليك يبينوا لي حقي.